اسمه التربية الذكية بدون صراخ ولا ضرر. فجمعنا المعلومات من الوقائع اللي عندنا وفي ملخص آخر اسمه تعديل السلوك. وهذا يسبب ايش احيانا؟ ممكن يسبب بدون جنسي لدى الفتاة بالاخص مع الايام لما تكبر راح تكون مشاكل كبيرة بينها وبين زوجها. فراح تاخذ موقف مقزز ومقرف من هذا الفعل وبالتالي ربما تدمر الاسرة بالكامل بسبب الشيء هذا. ربما يكون في رفض من جهة الأم بهذا الأمر هذا فالزلمة بده يمكن يدور عليه ويقولون حتى طبعا نحن كبشر عندنا طعام وشراب وكل الأمور هاي موجودة يعني